يعني السودان مبتلى انه يعني تقدير من رب العالمين اننا نعيد عيد ممزوج بصوت الطلقات، عيد ممزوج بصوت الدانات، عيد بطعم الدم، بدل انه يكون عيد يعني كنا نتمنى العيد يكون بحلاوه العيد، بكعك العيد، بفرحه الاطفال، بالتهنئه يعني الناس الماشه يهنوا القرايب. العيد يعني مع الاحداث الجاريه دي كانت ما عندها طعم، واواخر رمضان كلها، ولكن الحمد لله الامارات وكله بيراد ربنا سبحانه وتعالى، ولكن برضو لا بد من انه كان الحاصل ده كان يحصل، لانه بلد بالراسين ما كان بيمشي يعني.